قال صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من الجنة وحنوط من حنوط الجنة. الآن واحد يحتضر هو يرى الملائكة لكن أهله لا يرونه كما قال الله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هو الآن يشهق وينظر إلى أهله ويرى الملائكة لكن أهله لا يبصرونه. إن كان مؤمنا صالحا نزلت ملائكة وجوههم كالشمس مشرقة معهم كفن من الجنة وحنوط من حنوط الجنة ثم يجلسون مد البصر ينتظرون الروح تخرج حتى يكفنوها فينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه. كيف يتعامل ملك الموت مع الروح الطيبة؟ الروح اللي كانت في جسد إذا أذن ذهب يصلي، إذا رأى فقيرا تصدق عليه، يبر بوالديه، يستطيع أن يزني مع ذلك يترك الزنا، يشوف الناس يشربون خمر ويقول أعوذ بالله ما يشرب خمر. الإنسان اللي في الدنيا حفظ نفسه عند الموت وهو يشهق كيف ملك الموت يتعامل معه؟ الملائكة الذين وجوههم كالشمس يجلسون مد البصر وملك الموت عند رأسه فيقول اخرجي أيتها الريح الطيبة كنت في الجسد الطيب اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. يقول عليه الصلاة والسلام فتخرج تسيل كما تسيل الحبة من في السقاء، القطرة من في السقاء. بمعنى السقاء يا جماعة مثل القارورة لكنه يكون من جلد، فلما الآن ينتهي الماء، الآن لما تكون القارورة مليئة بالماء ثم تصب الماء يندفع الماء اندفاعا بقوة، لكن لما يبقى نقطة في الأخير ثم تقلبها ماذا يحصل؟ تبدأ تسيل بكل هدوء وأنت تنتظرها حتى تخرج. ملك الموت إذا كانت الروح طيبة ما ينتزعها انتزاعا، لا اطلعي اخرجي أيت الروح طيبة اخرج، فتخرج شوي شوي براحة كما تسيل القطرة من في السقاء. فإذا قبضها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين. ملائكة الرحمة تقول احنا اصلا ننتظرها من زمان، هذه ما تكون في يدك انت، تكون في ايدينا نحن، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويجعلوها في ذلك الكفن اللي من الجنة. لك أن تتخيل كفن نازل من الجنة. قال فيصعدون بها إلى السماء. الآن مات، مات خلاص، الجسد أخذه أهله ويذهبون به إلى المستشفى استخراج شهادة وفاة أو إلى المغسلة ليغسل، خلاص يتعاملوا مع ميت وروحه في السماء. إن كان طيبا جعلت الروح تنتظر أن تعود فيه لتتنعم أكثر، وهو يقول عجلوا بي عجلوا بي عجلوا خلصوا غسلوني. وإن كان خبيثا يقول يا ويلها أين تذهبون بها. ترتفع روحه مع الملائكة يصلون إلى السماء الأولى فيستفتحون، فتقول الملائكة حرس السماء الأولى من هذا؟ فيقولون هذا فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. إن كان يحب أن يسمونه في الدنيا مثلا أبو عبد الرحمن، قالت الملائكة هذا أبو عبد الرحمن. إن كان يحب أن يسمى مثلا هذا أحمد ولا خالد ولا طارق ولا سليمان، ولا قالت هذا سليمان هذا طارق، هذا بأحب أسمائه. شوف الاحترام يا أخي التي ينادى بها في الدنيا. فتفتح الملائكة ثم يأتون للسماء الثانية افتحوا، يقولون من هذا؟ هذا فلان ابن فلان. فتفتح الملائكة السماء الثانية ثم يصعدون للسماء الثالثة من هذا؟ فتقول الملائكة اللي حاملته هذا فلان ابن فلان، كيف ما تفتحون له؟ هذا بيصعد بيصل إلى فوق إلى السماء السابعة. فتفتح أبواب السماء سماء سماء حتى يصل إلى السماء السابعة. فيقال من هذا؟ فيقال هذا فلان ابن فلان. طبعا السماء السابعة يعني
فوقها رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام، وفوق ذلك العرش. فيستفتحون السماء السابعة فيفتح له وهو يترقب أن يلقى رب العالمين، فتقول ملائكة في السماء السابعة: من هذا؟ فيقولون: هذا فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا. فيفتح له ثم يقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده وهو في القبر، فيأتيه ملكان فيقعدانه، فإذا أقعداه قال له: من ربك؟ فيخيل إليه أن الشمس تغرب فيقول: دعاني حتى أصلي. شيخ القلب اللي معلق يقول: اتركوني أصلي بعدين أجاوبكم. فيقولون: إنك ستفعل، لكن من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. ثابت. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، ما هو بكذاب، هذا صادق، لأن أصلا في الدنيا كان يحب النبي ويحب الدين ويحب الله. أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها ويفتح له مد بصره. ثم يأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح، وهو في القبر يرى القبر واسعا، فيأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول له: أبشر بالذي يسرك. فيقول له: من أنت؟ قال: هذا يومك الذي كنت توعد، أنت طول حياتك تعبان عشان هذا اليوم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له هذا العبد: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، أنت وجهك زين ورائحتك حسنة وكلامك طيب، من أنت؟ فرحتني. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا صلاتك اللي كنت تصليها، أنا صومك الذي كنت تصومه، أنا قراءتك للقرآن، أنا صدقتك، أنا برك لوالديك، أنا جهادك في سبيل الله، أنا دعوتك، أنا بذلك لما كان الناس مرتاحين عند عياله وانت طالع تدعو إلى الله، لما كان الناس مفطرين ويأكلون ويشربون وأنت صايم، لما كان الناس يمسكون أموالهم وأنت تصدق، أنت كنت تبنيني، أنت اللي صنعتني، أنت اللي جعلت وجهي طيب ما جعلت وجهي أسود، أنت اللي بيض الله وجهك مش أنا، أنا عملك الصالح. فيقول هذا العبد: ربي أقم الساعة، يا ربي ما دام أنا أرى مقعدي من الجنة، طيب أنا ودي عيالي معي وزوجتي وبناتي، ربي أقم الساعة، أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. الله هو الله، الله هو الله، الله هو الله، الله.